مش أول سنة عم شارك فيه، بس أول سنة عم ننظم مشاركة مؤسسة روني معوض فيه كمؤسسة، اللي عم نشارك ب يعني نشاطين. أولاً عم نوزع تفاح على كل مشارك بالماراثون، لكل واحد عم يركض. كمان مشاركين هالسنة مع 60 طفل من الأطفال عم نتعاطى معهم بدورات محل أمية والدعم المدرسي بالمناطق المحرومة.